الحمد لله على السلامة، عاملين ايه؟ طالما حضرتك دخلت معانا هنا في الفيديو ان شاء الله دي المقدمة الصغيرة عشان بس خاطر انت لما تفتح الفيديو تلاقي فيه حاجة شغالة قدامك. ان شاء الله الفيديو انا بنعمله دي هتبقى مقدمة او فيديو دعائي. ان شاء الله الفيديو ينزل الساعة 8 بالليل. دايما اي فيديو هتلاقيني محضره وينزل في وقت محدد هتلاقي المقدمة اللي انا بعملها لك حالا ديت مقدمة دعائية. انا بس ارحب بحضرتك ان انت دخلت معانا هنا في القناة وان انت دخلت معانا في الفيديو، وان شاء الله يكون الفيديو بيكون يعني في ان شاء الله قبول، ربنا يجعل فيه القبول، وتكون ديت مقدمة بسيطة ان انا برحب بحضرتك معانا من اي دولة من اي مكان، وانت طبعا على دماغنا وكلكم منورين، واتمنى تكونوا سعداء معانا في القناة بتاعتنا ان شاء الله الساعة 8 بالليل.